ماتش النهارده، خلينا الاول نروح لزميلنا كريم احمد نتعرف منه على الاجواء قبل المباراه، وبعدين اجي احكي لكم على قصه ماتش النهارده. اتفضل يا كريم. جزيل الشكر ليك كابتن ايمن شوقي، وكل التحيه لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. تحدي جديد ومباراه هامه جدا اليوم في بطوله الدوري، وعوده من جديد بطل الدوري النادي الاهلي في رحله الدفاع عن اللقب في مباراه اليوم الاهلي وبلديه المحله على استاد القاهره في تمام الساعه 7. مباراه لها حسابات فنيه وايضا كمان لها حسابات لدى لاعبي النادي الاهلي. الحقيقه ضغط كبير جدا يا كابتن ايمن، زي ما انت عارف مباريات متلاحمه من بطوله الدوري لبطوله افريقيا. للرحله الحقيقه كانت غايه في الصعوبه، رحله مديامة الغاني، لكن يعني بالجهد الكبير وبالاصرار المعروف على اللاعبين للنادي الاهلي ربنا بيكلل كل المجهودات دي بالنجاح، وبنشوف اهداف وبنشوف تالق للاعبين على المستوى الفردي وايضا كمان على المستوى الجماعي. فعشان كده بتكون نقطه ايجابيه جدا لكل مجتهد النصيب. لاعبتنا بتجتهد بشكل كبير جدا في التدريبات، كل لعيب بيحاول ان هو يكون له مكان في التشكيل. الوفره العدديه مهمه جدا، لكن الثبات على المستوى هو الاهم. ده نقطه مهمه جدا، ومستر كولر الحقيقه بيتكلم في هذا الامر ان انت تكون ثابت على المستوى. الفرصه هتجيلك هتجيلك، لكن توقيتها ده متروك ايضا للجهاز الفني بقياده مستر كولر الحقيقه، اللي بيقوم بدور كبير جدا في التأهيل النفسي للاعبين، في التحضير الذهني للاعبين. هي مرحله صعبه خلال الفتره القادمه، عندنا تلاحم كبير للمباريات، عندنا مباراه في البطوله الافريقيه، ثم كمان المباراه المنتظره لكل جمهورنا طبعا العظيم جمهور النادي الاهلي، وايضا كمان لجمهور نادي الزمالك وهو السوبر الاهلي والزمالك في السعوديه. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه تليق باسم الفريقين. لكن لو بنرجع من جديد لمباراه بلديه المحله، يعني زي ما بنقول مستر كولر جهز كل اللاعبين لهذه المباراه. عندنا غيابات بالتاكيد يا كابتن ايمن، يعني الرقم شويه ممكن يكون كبير بالنسبه للغيابات، يصل ل 10 لاعبين او 11 لاعب، لكن زي ما بنقول المتواجد قد المسؤوليه. مين هيكون متواجد، مين هيكون موظف توظيف مش مكانه، ده امر بيكون مهم جدا وفي غايه الاهميه. واللعيبه الحقيقه مساعد الجهاز الفني بشكل كبير، اي توظيف بيكون متواجد بنشوف التالق. كريم الدبيس لما احتجناه لقيناه بيتالق بشكل كبير، محمد هاني الحقيقه بيقوم بدور رائع جدا، اكرم بيتواجد كمان ايضا، وسام اللي منتظرين منه كل الجهد وكل الجديه خلال المرحله القادمه. شفناه مؤشر مميز جدا في المباراه الاخيره، لكن توفيق ربنا لو معاه كل الامور ان شاء الله باذن الله مع فريق النادي الاهلي هكون بشكل طيب جدا. متواجدين كالعاده في فندق الاقامه، الحقيقه يعني فندق الاقامه بيقوم بدور كبير جدا لتوفير سبل الراحه للاعبي النادي الاهلي، لان الحاجات دي بتفرق بشكل كبير. اما بتنزل تلاقي كل حاجه دقيقه مترتبه بالتوقيت بالتايم بالدقيقه، بتفرق بشكل كبير جدا مع اللاعبين. زي ما بنقول الحمد لله يعني لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه هذه المباراه النهارده، مباراه حساباتها عديده جدا للمرحله القادمه. ان شاء الله النهارده هنشوف ايضا كمان عمر كمال عبد الواحد الوافد الجديد على صفوف النادي الاهلي، ومحمود الزنفولي ايضا كمان حارس مرمى للنادي الاهلي. يعني مش هنقدر نقول مين هيكون متواجد، سواء عمر هيبدا او لا، لكن عمر هيكون النهارده ان شاء الله ليه دور وليه توقيت وليه فتره على مدار المباراه. كل اللعيبه جاهزه يا كابتن ايمن، لكن لو بنتكلم ايضا كمان على الغيابات، لان زي ما قلنا العدد كبير شويه. يعني غياباتنا النهارده كهربا، احمد عبد القادر، الضاوي، متولي، كوكا، خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، اليو ديانج الشناوي، وايضا كمان كريم الدبيس وحمزه علاء، منهم للرؤيه الفنيه، منهم للتاهيل العوده من الاصابات، ومنهم ايضا كمان لاعبين مصابين. لكن زي ما قلنا بيرجع لنا اكثر من لاعب اللي النهارده، يعني كل اللعيبه الحمد لله بشكل طيب جدا ادت في التدريبات، فاللي متواجد في القائمه جاهز بنسبه 100% لهذه المباراه. متواجدين في فندق الاقامه زي ما قلت يا كابتن ايمن، خلاص كل الامور الاعتاديه من صباح اليوم، موعد الفطار، الغداء، المحاضره، تحرك مباشره والوصول قبل المباراه بساعه ونصف على استاد القاهره. الامور طيبه جدا، لكن النهارده يمكن مستر كولر حذر لعيبه النادي الاهلي من عدم الاستهانه بفريق بلديه المحله. لابد يكون في تركيز كبير جدا، احرز هدف واثنين وثلاثه قاتل، لابد يكون بدايتك مهمه جدا، وده الامر اللي بننتظر منه لاعبي النادي الاهلي. جمهورنا بالتاكيد هيكون له دور في متابعه فريق النادي الاهلي في المدرجات والتشجيع والتحفيز، لكن الدور الاكبر على اللاعبين، لان ثلاث نقاط النهارده هيكونوا مهمين جدا، لان القادم صعب. عندك ضغط كبير، مباراه يوم 27، مباراه يوم 1، مباراه يوم 8، فلابد يكون في فصل كبير جدا بين كل البطولات. فان شاء الله باذن الله بنتمنى لكل لاعبي النادي الاهلي التوفيق، بنتمنى لمستر كولر من خلال القياده الفنيه من خارج الخطوط 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله يكون مميز فيها، من اختياره للتشكيل، من ايضا كمان توقيتاته في التغييرات، توظيف اللاعبين. امور عديده جدا النهارده منتظرينها، وكل جمهور النادي الاهلي منتظرها من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. مستمرين بالتاكيد يا كابتن ايمن معاكم مع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، لحظه بلحظه بننقل كل الاجواء والكواليس خاصة بمباراة اليوم الأهلي وبلدية المحلة، وأيضا كمان بإذن الله مجرد وصولنا إلى استاد القاهرة يكون لينا مداخلة معاك تاني من جديد، نشرح كل الأجواء، حضور الجماهير، أرضية الملعب، الأجواء، الطقس، كل الأمور دي إن شاء الله بإذن الله تكون من خلال الكابتن أيمن شوقي.